مش فيك يا بابا يا بابا الحق. قديش خليلة ده بنت، خليلة ده بنت، وش الهرج اللي سويته بنت الغاية. كي أن تقومي بارتداء شيء طويل جدا مثل يبان التاتو. سأخرج أنا من هذا، لدي ألم في بطني، سأذهب إلى المشفى، لدي ماذا؟ عملية زائدة دودية. سلامات 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 والله. إيلو كايزر ولا فيك. إيلو أهلا بابا سكر، كيف حالك؟ تو ناديكم. الحمد لله، شلونك؟ الحمد لله. أنا لدي عملية الحاجب والحاجز، لدي به مشكلة، لدي ردة، أتقيأ عندما أكل ويخرج شعر كثير من حلقي. واكه بالمرعب ذا، شلون يطلع شعر؟ كم رقم العقل اللي لبستي؟ لأنني أتعرض للمشاكل كثيرا، تعلم أنني لا أذهب إلى المشفى، أقوم بالعقد جراحي. وأنا فمك شعر. كل سلامات، أتمنى لك سلامات سلامات. إذن ماذا؟ أنا سأكون في المشفى 3 أيام، زوروني غدا. يعني زوروني غدا أو بعد غد، لأنني ماذا لا أريدكم أن تروني وأنا تعب قليلا. برافق برافق معك، برافق معك. لا ترافق، لا أريد، لا أريد. أنا بنت الحلال، ما يصير. أنا بابا وماما معي، وأخي أيضا، وأخي لا يريدني أن يكون لدي. هذول أول وينهم دول؟ ليش طلعوا الحين؟ لأنني تعبة الآن. وش ما يحصلك إلا إذا مرضت. هيا هيا بنا، هيا عزيزتي. ولدي عزل صحي لمدة يومين. ما تشوفين شر، ما تشوفين شر. أنا أقول قولي لهم خلي بابا يرتاح وأنا جرافط. اسمع، يوجد نوعين من البابا. تحتها. جي 60 ذا. اللي قريب من البيوت الغد، فهمت؟ اي بروح الحلاق بعد. واحد عندل واحد كهرب. يا كايزر ديون، انت بخير؟ انت لما تبدو هكذا وكان لديك. أنا قلت والدي، لما قل متسول. إيه والدك شوي معتوه. حسنا. يعني إذا شكلك كذا تبين والدك طبيعي يعني. حسنا. يلا يلا أنا بروح أخلص شغلي وأجيكم. ها؟ يلا. ستكسب الكثير من الأجر. كم أنت؟ بإذن الله بإذن الله. يلا. شكرا. مرحبا بك يا عزيزتي. ما شاء الله تبارك الرحمن. انظري 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 من هذا التلسكوب، انظري. يا غريبة الأطوار، أعجبني. يمكنني أن أنظر إلى كل شيء. نعم نعم جميل. نعم نعم يمديك أن تنظرين، انظري. الله، أين البساكيت؟ هنا تشوفين الفشافيش من فوق. لا أريد فشافيش، أريد بساكيت. أين هم؟ أين البسبوسات؟ لا يوجد. يا I like your skin. دقيقة، صورة جميلة. هكذا بجانبي. والله مرة باين. كايزر تعال في المنتصف، أريد صورة. باين عيونها صح؟ مو بس عيونها، حنكها طالع من الناس. تجعيد، عندها تجعيد. اسمعي اسمعي، عندي انا عندي حل مره كويس. انا حطلع في البدايه طالع. اسمعي اسمعي، انا حطلع، واذا طلعت انت تدري ايش تقول؟ تقول يعني هي تستحي، ما حتتكلم، ما ادري وش. حلو، وافك الماسك واتكي مو اتكي يعني، شوفني هنا، يجي هنا، شوف يجي هناك، يجي في المطبخ، يجي يشوف وجهي. بعدين البس الماسك. حلو. وبدخل هنا. ان عاصرني ساقوم بطعنه الأخير. لا لا، زواج زواج. اسمعي
أهلا. في حال بابا سكر جلس هنا اجلسي انت هناك. على انه هو جلس هناك انت جلسي هنا عشان ايش ما يدقق في الملامح. اسمعي واجلسي كذا وجهك كذا على ذيك الجهه. احضروا قهوه والشاي واحضروا طبق الانتقام ويجب ان يكون بارد. افسخ الماسك. في حال فعل شيء اقوم برفع الاسلحه عليه. نعم انا لدي سكين اقوم بطعنه اين في الفخذ قرابه الركبه. وال واحدة ميسون واحدة خيسون. أنت أي واحدة؟ أنت كوني نحن توأم. أنا أب لي شخصيتين تمام؟ يعني في بنت غار عليها وبنت ما غار عليها. لا مرة شوف أب شعر عنكبوت. واضح مين اللي ما غار عليها؟ شوف عيني مغمض جهتها. ولدتها ولا بشوفها. طالب عيني. أكلوا البشر. ييس ييس ييس. حسنتي. جينات. إيه العائلة مضروبة. أنا أمشي كبابا. أمشي يا بابا أمشي. ييس ييس. هيا هيا. ييس. بسم الله الرحمن الرحيم. الخوف والله خوف. أنا لقيتني العائلة دي بنحاس. تنظري خلفك؟ ها اوه استطيع ان ابتاع بها منزل هذا. يا كايزر قل لي ان العصمه ولا هذا في يد صح يد خشمينا. ليس خشمينا. دقيقه اساميكم وشو وش اقول له صدق؟ لا اسمك اسمك وش؟ ياسمين و خشمين. خشمين؟ تسمين. ياسمين وفاسمين. أنا فاسمين وهي ياسمين. دقيقة ما اسم عائلتنا؟ الملسوعي. الملسوعي. حسنا ميري خيري وجيري. هو فعل شيء في حياتي يستحق أن تكون هذه أحد أحداث حياته. قالت لي والدتي من سيتزوجك إن شاء الله يدخل الجنة. يلا حيهم يلا حيهم. يا مسهلا مرحبا يا مسهلا مرحبا. ونعم رجال رجال سنة سابقة ما شاء الله. بطني بطني. عليكم السلام والرحمة. تفضلوا وقلقوا وقلقوا على قلي الكلافة. يا حبيبي شكرا لك. تفضل 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 يا ماري. هذه بنتي ماري. جلسي جنب اختهم يا ماري. ايه شوي شوي يا رعد ومروان. شوي شوي يا رعد ومروان بس لو سمحتوا يعني تقفون على جنب. خلهم يجلسون بس خلهم. يا طويل العمر السلامة. احنا والله جايين طاقين بابكم. احنا جايين ابو خالد. احنا جايين. انا والله صراحة ابو سطو. ابدأ الحوار. انا والله ما ادري شلون ابدا الموضوع يا يعني. انا والله يا ابو خالد بما انك نعم الرجل وصيتك واصل امورك غانمه. مالك بزادي مالك بزادي يا جماعه اجوني. احنا دقينا الباب وجينا يا طويل العمر والسلامه. طلابين اي والله طلابين يد بنتك للوالد طال عمره. يا ماري اجلسي جنب اختهم. هاي يا باي بوس هينتاي. طيب يا جماعة يعني انتم طالبين القرب للوالد ها؟ اي نعم. بس انتم تعرفون ان بنتي هذه غالية 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 على قلبي. عز الله والنعم والنعم فيك وفيها طال عمرك. بنتي هذه مو لأي حد اعطيها ولولا يعني صيت الوالد رجال كفو وشرواكم يا جماعة. لكن أبغى أسمع الوالد وش عنده. والله عندي وش تبي تعرف؟ بس أبي أعرف أنت كيف سمعت بنتي الغالية؟ كيف سمعت عنها؟ أيوه والله يعني بالصدفة الصدق. قابلتها عند وظائف الفطحات. أنا صاحب شركة كنت أوقع صفقة مع أو اللي قابلتها يعني
قلت له اعطي رقم والد وذا بعد ما قصروا عيالي جابوا رقمك بس والله طيب يعني لو اعطيتك بنتي الغالي ايش راح توعدني او تقدم لبنتي وش فرقك عن رجال المليون اللي جاوا يخطبوا بنتي الغالي عادي سؤال ثاني مش بتقدم يا ابوي انا ما اجي اتقدم على فريق انا لا يا اخي يا اخي الواحد اذا تزوج لازم يعيش بنتي الغالية حياة كريمة حياة كريمة طيب انت احنا ما جينا ناخذ الغالي الا للغالي اجل ما احنا شارين الغالي الا للغالي انتم عارفين ان بنتي بتطلع من عز وخير عز وخير زبطرانك لازم تروح العز وخير بس دقيق لا انا مضايقني زبطرانه وشو يا طويل العمر والسلامة احنا بفئة وطبقة غير اللي انتم فيه لبسنا غير لبسنا غير عز الله والنعم عرف دويك ارتل لبسنا لكن وش رايك تشاور البنت يمكن انها ما هي براضية يمكن انها راضية هي البنت ما تكلمت الحين ايش فيها هي ارمود البنت تستحي جدا ما تتكلم ما شاء الله انتم كم عددكم خمسة هنا او ستة ما تتكلم قدام جناب زي كذا هذه بنت الغالية الغالية لا قومها بدل راسك في الطاولة معلوم يا ابو خالد انت بتتزوج واحدة عندها الجراءة تتكلم قدام ست رجال هذول عيال يا حتى لو عيالك ممكن لا اعذرها الوالد يقول انها يعني مستحية اول مرة تشوفنا انا نرفزني صوتي رير خلاص بس دقيقة الوالد يجي يسجس بس خلاه يروح يتكلم مع البنت وايش عيالك يا بنتي الغالي الوالد لكن زي ما قلت عشان فلوس يا الوالد انا بدوس رجع ما نبي وش يمك ذا انت ابرج بنطر انا بنطر لا بعد ما شوف بعد ما خطبه وهذا بعدها عاد صارخ صوت عالي رجال يقول لك طيب يا بنتي انت شفت الرجال شفت عياله شفت بنتهم هل انت موافقه هل انت مم على خير انت عارف لو تطربين عيوني اعطيتك يا بنتي يا غالية هو قليل ذوق روحي داخل يا بنتي بسم الله عليك كل حياة اللي فيك يا غالية السلام عليكم يا جماعة خير طيب يا جماعة البنت يعني مستحية شوي وقالت انها ان شاء الله موافقة لكن نبي نسمع عندك شروط يعني اتكلم معها اشوف يعني تبي تشوفها شوفة شرعية نعم طيب بس ما ينفع قدام الرجال يعني لازم تروح هناك وهي تجيك وهم يقومون يلا قوموا حيا الله مزرخط يلا طيب قال لا خليهم ما يحتاج هم كلهم لقين ظهرهم لان هو يقول ودي اسولف معها يا عمي بننفضح لا ننفضح المهم حاولي تغيرين صوتك قد ما تقدرين تمام ارفعي خلي كلماتك وشو كذا سريعه لا هكذا تحدثي عندها اخ القناع ان كان يشك انه انا نعم لانه ان شك انه انا هو لديه شكوك وتخلعي سيتاكد سيرتاح انه ليس انا قولي هكذا هي احسنت الطف مني هيا ذبي يا والدهم تفضل هناك برا الكاونتر يا ميري وين هذه السلام عليكم فيها كنا مستحية ولا تموت من الحياة قلت لك انها البنت تستحي خلصتي دراسة انت تدرسين ايه فعدي ايه كيف ايش فيها سكتة كم لي خلصت جامعة نعم بالجامعة انا شوفي انا بقول لك يعني بكون معك صريح انا يعني انا ما عندي مشكلة جايز الوضع بس ابوك شوي على ملاحظات
ها؟ أبوك عليه ملاحظة. لا تتحسن من كلامي بس يعني نقد نقد بناء. كم عمرك؟ كم عمرك؟ أتاها مغص. كم عمر بدك؟ شو ما تسرق؟ سكوربيو. الحين لفيت علي؟ الحين تبي مساعدتي؟ الحين تبي مساعدتي الوين؟ الحين تبي مساعدتي بعد ما كنت تنتقدني النقد البناء؟ هو نقد بناء، أنا ما حشيت فيك بس يعني نقد بناء. أبوك كذا دايم؟ لا. كم عمرك؟ ايش فيك يا بابا؟ يا بابا الحق هذاش خليلة ده بنت خليلة ده بنت وش الهرك اللي سويت بنت الغاء فقد الوعي فقد الوعي بغلط عشان ما كلا تعال وعي تعال تعال وعي تعال وش هو مامدة تتزوج طال عمره تو ما تممنا والله ادري ماله مكماله يا اخي ادري وانا جمالها بس انه انت مال هاي بس بدون مال لمست والله انا لمست انا طحت بالغلط وهي لابسه النوره طحت هي سقطت انت جايب لي مراهق جايب لي مراهق عليه ايش حركه السياره هذه والله بالغلط عليه طال عمره العائله ولا وشو انا اقول الجامعه تخرج علم نفس انا تعبان يعني انا مريض انا مريض انا مريض يعني توصل لهم فجاه وتعالجك من امراضك يا صايع يا ولد الحمد لله ما فيني شيء انا لا اذكر الله يا شيخ ضحكت ما فيني شيء انا يمزح معك الوالد يمزح معك يمكن يمزح يمكن يمزح معي وكنا يغلط علي ولا لا يمزح انا الحين انا الحين ساكت ترى عن نفسي لا لا يمزح ايش تسوي اريد العاصمه تبيد ما نختلف نشري رجال حنا وش تبغى بعد ما تبغى شو ابغى العاصمه بيدي العاصمه بيدي انا اخر عمري ترولس شلو حط تجي بنتك تصيبها لا مصلحتي لا انطلك وياه دقيقه شباب المهر المهر مدور عليه اسمع واعطيك دبل فوق انت تشوف اني انا ما استاهل ما قلت انا ما تستاهلين انا ما وبالاخر عمري تجيني واحده انت ما شفت وجهي للحين هذه لا ورين وجهك هذه مور يتكلمون فيها رجال هذه بس فقط يعني شروط مبدئيه من البنت فقط حنا نقدر نتفاهم فيها بعدين يعني لا تاخذ كل شيء بحذافيره يا بابا تسمح لي اوري وجهي نشوف الكلاب اللي ورا من التفتين لا 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 العيال يلا وري الحمد لله ما طلعوا علي عن ام الموت يشوفونا في المرايه معكوس يا ورع أمنا الثانية يا أبو خالد أبو خالد قل لا إله إلا الله أمنا نفس أمنا طيب نفس أمكم بنزلكم تحت ترى تمام بإذن الله بنغمض شفت لو غلاتك عندنا ما هي عندنا عفوا أي كان زوجنا لولا غلاتك أي أنت أبونا ونبي مصلحتك اسمعني يا الوالد طيب هو بليس راح انا كيف بديني خلاص يلا يلا بقيت انا جماعه ابو خالد سد حلقك خلني بقنع ابوي سد حلقك ابو خالد ابو خالد اسكت اسمع اسمعني تفضل ابو خالد اجلسوا وخلوا رجال الشيبان يتكلمون مع بعض تم الوالد قال تم سمعتها ما قلت ما هي مشكلة انت لا تسمع كلام ذا الورعين كلام معي انا وش بعد فترة معينة وش عقد يكبر شرط في عقد الزواج يعني هو نفس المؤخر اول عصمة يعني ان ما تاخذ بنتي السلام عليكم خذني جيتك طيب يا اخي هذا حقك يا ابو خالد بقول لك شيء طيب اسمع اسلم انت لو ما تسكت والله لا اقوم ارجفك لا البنت لازم تكون موجودة إيه البنت بترد من عند الباب ولا هذا النظام إيه مشو خلاص ثواني في طوم معك رخصة في طوم لا براعد
يا شيخ. تفضل تفضل تفضل، خل بنتك بس تجلس. تفضل اجلس بنتي، اجلس جنبي يا غالية يا بنت. ابدأ ابدأ يا شيخ يا استاذي يا ابو خالد، نبدا عقد الرهن. تفضل تفضل يا شيخ. يا شيخ اسال اذا عنده بنات ثانيين يا شيخ. زوجة ابوك يا ولد. نبدا العقد القران ولا يا استاذ؟ تفضل تفضل. بنتك جاهزه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. خطبه الجمعه ذي يا شيطان عليك. ما عليك خطبه الجمعه ذي، بنصلي ركعتين وبعدين لازم تصلي. يا رعد يا رعد سد حلي. الله نحمده ونستعينه. خلي يد بالموافقه بس صوت ناعم. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. انت بلا تختفي يا شيخ. الله يسعدك ابو خالد، رقبتك على يدي يا ابو خالد. انا قلت له مو تختفي بس ما يسمع الكلام. اليوم 12 مارس زواج الكريم رولس مادينس بالكريمه. يا لا 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 وقف، تصير وقف. لا ادعد يا الله. رولس الكريم رولس. لا لا اسمي اسمي الثاني. مالدينس. ما ايش الشيخ ما يقرا انجليزي؟ علته الشيخ ما يقرا انجليزي. اسلم يا استاذ. زوجتك بنتي. لا تصيح لا تصيح لا تصيح. ادري انك تقولها بحزن. ادري ادري ادري. اذكر الله اذكر الله. زوجتك الغالية. الله يلعن الغالية. الله يلعن الغالية. معلومك معلومك يا الوالد. قلوا انا راضي. قلوا انا راضي يا الوالد. قبلت قبلت. يلعن ام الشيخ السبك. نصحح له. هي سلني سلني. طيب خلاص. بس لو تبصم طال عمرك بس. اسأل اسأل البنت اذا قبلت. اسأل البنت اذا موافقة ولا. صحيح معليش معليش الشيخ، انا جديد بشيخة جديد. بيزوج ابوها رايح وجه له. ايه وهو شكله كان بيتزوج. البنت انت راضية؟ ايش قالت؟ راضية راضية. قالت ايه؟ مستحية مستحية ما لومها. تمام الوالد، بس لو دقيقة البصمة أنا أخذها معكم بعدين إذا تبوا تصورون، وإذا عندكم يعني شيء بيناتكم، أو إذا عندك شيء أبو خالد. متى تبون الزواج؟ أنت الحين لازم تبصمهم والشروط مكتوبة في العقد صحيح؟ إي مكتوب كل شيء مكتوب. أبد بصم الوالد بصم الوالد بصم الوالد وبصم بنتي. لا ينقلب ضدنا غاليتي. اتفقوا على الشروط اتفقوا على الشروط. خلاص اتفقنا اتفقنا على الشروط. أبو اسأل البنت اسأل البنت متى يناسبها. ارسل ابوكم يا قليل الحياة انت وياه. الوالد متى تبي الزواج؟ تبي بعد شوي؟ الوالد متى تبي؟ والله ولا تبي بعد ساعة كذا؟ في قطوة الكنب ولا ايش؟ تبي بعد شوي يا الوالد؟ خير بالله عاد. يلا بيت. صيب الصيم عمى مؤقت. حي الله خل نسيب. عمى مؤقت. عمى مؤقت. تعمل يا والد. مبروك يا الوالد الف مبروك. الف مبروك. الله يبارك لنا الله يبارك لنا. مبروك. لا ترى ابد. كنا ريحة عطر صيته ولا لا 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 ايش دعوه الوالد؟ من هي صيته هذه؟ صيته تعبانه بدأت تخون بنتي؟ اي الله ايش فيها يعني؟ بدأت تخون بنتي من الان؟ لا لا دي صيته ما صيته انا ابي دورة مياه بس دورة مياه شوي شوي تعال شوي 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 طويل العمر. لوك داون علي الوالد. دورة المياه في نص التوقيع العقد ابوكم ايش فيه يا جماعة؟ اي يا الوالد اذا تبي تزغل زغل برا في الشارع. وين حمامكم يا اخوي؟ انت شايف صايع ولا وشو؟ حمام يود الحمام. لا ماذا نفعل؟ يريد الحمام. لا لا المغسل المغسل يا الوالد تسافر المغسل هذه. تفضل تفضل تفضل. لا يوجد مياه. حط اصبعك يا الوالد حط اصبعك يا الوالد حط اصبعك. اقعدها بين. جعل ما تمسها النار يا الوالد جعل ما تمسها النار. مبروك بس دقيقه خلينا نبارك لكم. بس 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 الف الف مبروك الف مبروك الف مبروك الف صلاه وسلام عليك يا حبيب الله محمد. الف مبروك الله يبارك فيك. الف مبروك يا الف مبروك الف مبروك انت صرت غالي. مبروك يا الوالد الف مبروك. مبروك 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 تسأل الله يبارك لنا.
اي والله الله يبارك بارك فيك يا هذا دبد والنسيب والنسيب ما عليك النسيب ونعم النسيب والله ونعم النسيب طيب كيف الطريقه الحين الحين مشينا يا الوالد ابد البنت تجهز للزواج وحنا بنمشي نجهز نروح نشوف القاعه ونشوف الدنيا تكلم. ألف ألف مبروك خلاص خلا يتكلم وقع وبصم مبروك مبروك باقي زواج بس باقي زواج الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات سطو تعال دقيقة قبل أن ننام جن. أنا سأنام ولكن سأقول شيء لك أنت قبل أن نذهب والله العظيم أني مارتع لا 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 تعال 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 دخلك تعال أبا أرفع لك أربع أصابع أربع أصابع أبن نجدة تعالي تعالي هنا سمسم أنا اقترب 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 خلي من ورا الجدار اقترب من ورا الجدار اقترب 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 انا لا اسمع لدي ضربه في اذني تفضلي انت لازلت اعزب صح لا تقربين لا خلاص تزوجتي تزوجتي تبغي تزوجتي مريضه انت أنا حقيقة قلبي ينقسم قسمين أنا منذ أن رأيتك دقيقة ابعدي طيب ابعدي بنا مسافر أنا أقول أنت يمكنك أن تكون عشيق صيتة عندما ماذا توجهني مشاكل تساعدني عندما أحتاج مساعدة تجد تساعدني عندما أنا أكون عالقة في مكان تأتي لي أن تأخذني عندما أحتاج ماء وطعام تطعمني وتشربني لا تقربين لا تقربين لا ما راح أشرب ولا طعام أنا واقعت في شباكك شباك سكر في شباك سكر شباكك أيضا شباكك مين أنت شفيت أنت شفيت أتمنى لو كنا على الشاطئ أتمنى لو كنا على الشاطئ